بعدما قطع الأهلي شوطا كبيرا في تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوزه على سيمبا في تنزانيا لأول مرة في تاريخه، يشهد ملعب السلام مساء الأحد مواجهة مصرية خالصة بين مودرن فيوتشر والزمالك في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. تأهل مودرن فيوتشر لهذا الدور بعد أن تجاوز سنجيدا التنزاني في بداية ظهوره الثاني في البطولة، ثم جمع 11 نقطة في مرحلة المجموعات حل بها وصيفا لاتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب. أما الزمالك أحد القوى الكبرى في القارة السمراء وبطل نسخة 2019، فقد تخطى أرتسيد الجيبوتي في الدور الأول، ثم حصد 13 نقطة تربع بها في صدارة المجموعة الثانية على حساب أبو سليم الليبي. ورغم تراجعه محليا للمركز 11 في الدوري برصيد 17 نقطة من 13 مباراة بعد أن أخفق في تحقيق أي فوز في آخر 8 مباريات، يأمل مودرن فيوتشر في تحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة مديره الفني المتميز تامر مصطفى. الزمالك هو الآخر يطمح في تخطي خسارتيه أمام الأهلي في نهائي كأس مصر والجونة بالدوري وتجاوز هذا الدور في طريق تتويجه باللقب لإنقاذ موسمه بعد تردي نتائجه في الدوري بشكل غير مسبوق بحصوله على 15 نقطة من 11 مباراة حل بها في المركز 13. حقق فريق مدرسة الفن العلامة الكاملة في 5 مواجهات جمعته بمودرن فيوتشر محليا، فهل يواصل هذا السجل الرائع على المستوى القاري أم يكون لأبناء تامر مصطفى رأي آخر؟